تحية لكل الأحبة، لكل من يستمع إلينا ويشاهدنا عبر إذاعة الشبيبة، متواصلين معكم في هذا النقل المباشر، ونتشارك طبعا في هذا المصاب الجلل مع أحبتنا هناك في دولة الكويت في هذا الفقد المؤلم للشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه واسكنه فسيح الجنات. وخلونا مباشرة نتوجه إلى الكابتن حمد العنزي اللاعب الكويتي للحديث عن مآثر أمير الإنسانية وعن يعني الكثير من الأمور المتعلقة بهذا المشهد، مشهد اليوم، هذا المشهد الحزين على أهل الكويت وعلى الأمة العربية والإسلامية. كابتن حمد مساك الله بالخير وأحسن الله عزاءكم. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا باهل نعمان، اهلا اهل عمان، ونقول لكم البقاء في راسكم ان شاء الله، ونسال الله ان يديم عليكم الامن والامان، وان يحفظ ان شاء الله السلطان هيثم بن طارق طول بعمره ان شاء الله، ويجعله دخل البلاد والعباد ان شاء الله. اللهم امين جميعا كابتن حمد. وطبعا يعني المصاب واحد، وتاكد تماما بانه مشاعر الحزن هنا في عمان يعني هي متساوية تماما مع مشاعر الأحزان هناك في دولة الكويت لهذا الفقد الجلل لشخصية رائعة وشخصية إنسانية مثل الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه. يعني طبعا في هذا المصاب العظيم الأمان الواحد يعجز أن يتكلم عن 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 أب و حاكم وأمير بقيمة ومكانة الشيخ صباح رحمه الله في مكانة في قلوب الكويتيين وأيضا دول الخليج. يعني ما لمسناه من تعاطف، ما لمسناه من 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 حزن، ما لمسناه من وقوف ودعاء لهذا الأمير الكبير الذي عاش كبيرا ورحل كبيرا. يعني هالشيء هذا مو غريب على أهلنا في عمان ولا غريب على أهلنا في دول الخليج كافة. يعني هو والد الجميع يا كابتن، هو والد الجميع رحمة الله عليه. أكيد 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 أكيد. يعني هذا الشعر المشاعر هذه والمحبة اللي قاعد نلتمسها منكم أيضا أهلنا في عمان وأهلنا في دول الخليج لأمانة ما هي غريبة عليكم. يعني أيضا في وفاة أبونا قابوس لاحظنا كل دول الخليج شلون وقفت، يعني وشلون كان المصاب، يعني المصاب واحد. إن شاء الله نقول يعني البقاء في 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 رؤوس إن شاء الله، رؤوسكم إن شاء الله، ونسأل الله يمد ويطيل في أعماركم، ونسأل الله أيضا أن يوفق ويسدد أمر الشيخ نواف الأحمد وأن يلهمه إن شاء الله الحكمة والعدل كما عهدناها من هذه الأسرة الكريمة التي يعني ما دخرت جهد يعني على شعبها وعلى العالم أجمع. يعني نعم نعم كابتن حمد، يعني يمكن لنتحدث أكثر عن المغفور رحمة الله عليه، المغفور له رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد، من بعد يعني فترة صعبة من تاريخ الكويت حينما تولى الحكم، كانت هناك يعني إشكاليات كبيرة، ولا زال يعني حتى جرح الغزو لا زال يعني موجود. ولكن لو تلاحظ بأن الشيخ صباح الأحمد كان هو أكثر من حاول أن يصلح ذلك الجرح الكبير الذي حدث مثلا ما بين الشعب الكويتي والعراقي. يعني تخيل بأنه حاول بقدر الإمكان بأنه يصلح الكثير من الأمور ويقدم الكثير من الحب والسلام لأهل العراق. كيف وجدتم يعني حراك الشيخ صباح الأحمد ل إنهاء كل هذه الإشكاليات وذلك الجرح الكبير الذي عانى منه أهل الكويت؟ صحيح. شوف يعني أنا كما ذكرت لك بالبداية، يعني أنت تعجز ويعني تقف الكلمات حائرة صراحة عندما تصف أو تشرح ما فعله الأمير الراحل أبونا الشيخ صباح. يعني كان شعلة من النشاط في درع المحبة والأخوة بين الشعوب جميعا، يعني مو بس بين الشعب الكويتي والشعب العراقي. صحيح. أيضا لاحظنا في الحرب التي كانت قائمة في لبنان، الحرب الأهلية كان لها دور كبير في إنهائها. لاحظنا المشكلة الأخيرة اللي حصلت بين دول الخليج أيضا. كل العالم أجمع شاف أن يعني شلون الشيخ صباح رحمه الله وغفر له شلون كان له دور كبير في
تغريب وجهات النظر. لاحظنا في الحرب الأهلية اللي حصلت في اليمن أيضا كان لها دور كبير بالسابق وكان لها دور كبير حاليا. إعادة أعمار العراق، إعادة أعمار كثير من الدول المنكوبة، أنت تعجز يعني تقف حائر أمام يعني ما فعله هذا الأمير الراحل، يعني خصوصا يعني خصوصا لما 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 يكون الوضع مثل ما انت شايف يعني حروب وتفرقة ومشاكل كثيرة يعني. ولكن يعني رجل بعمره وكان يتطلب منه انه يعني اقل شيء انه يستريح، يعني يستريح يريح باله على قولتهم ويبعد عن هالامور هذه. لكن هو اثر وضحى بوقته وراحته وتعبه وكل شيء يعني لتغريب وجهات النظر يعني. صحيح، ولاحظنا من طائرة الى طائرة، من دولة الى دولة لكي فقط يقرب وجهات، ويا ليت يعني اقتربت وجهات النظر، يعني يا ليت قبل رحيله كان مستبشر بالفرح ب ب ب يعني باللمة الخليجية وبالسلام الخليجي بعد ما تعب وبعد ما يعني ضحى حتى بصحته. بالضبط بالضبط بالضبط. يعني شوف اخي العزيز، يعني يعني الاخوان ببيت واحد يصير بينهم مشاكل، صح، تختلف وجهات النظر، تصير بينهم مشاكل، ما تدري يعني شنو الامور تصير يعني. لكن يعني انا اشوف يعني وجهه نظر أو وجهه نظري البسيطه وان ان 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 ما حد يعني ما حد ربحان في هذه المشكله، بل احنا اللي خسرانين، كل دول الخليج اللي خسرانه من هذه المشكله. صحيح. امر يعني امر غير غير يعني غير غير مفيد حق الامه العربيه والاسلاميه ودول الخليج ايضا. اسال الله ان شاء الله كما كان الامير الراحل الشيخ صباح يعني اميرنا وابونا الله رحمه الله عليه، كما كان يعني يتمنى ان 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 ترجع لمه الخليج وترجع محبه الخليج. ولاحظنا احنا في اخر مؤتمر لدول مجلس التعاون قال ان شاء الله يعني الاجتماعات الجايه لدول مجلس التعاون تكون افضل من هالاجتماع، يعني خصوصا الاجتماع صحيح. الاخير يعني صحيح، فكانت هذه رغبته وهذه يعني هذه طموحه يعني. صحيح صحيح، والله ان شاء الله تتحقق هالامور هذه ان شاء الله كلها وترجع لمه الخليج واخوان واهل تتذكر وحبايب ان شاء الله. امين يا رب. تتذكر كابتن حمد في كاس الخليج لما استضافت الكويت في عز الازمه، يعني لما استضافت الكويت كاس الخليج انا كنت موجود، يعني تشرفت اني اكون موجود على ارض الكويت. يا اخي وجدت انه اوامر توجيهاته كلها كانت كانت يعني لتحقيق السلام والمحبه ما بين الشعوب، خاصه يعني بعيدا عن السياسيين بعيدا عن الاعلاميين، كان يحاول بقدر الامكان يقول يا جماعه الخير ترى الكويت ارض محبه فخلونا نجتمع، فكانت توجيهاته وكان يشرف بنفسه. يعني تتذكر تتذكر حفل الافتتاح العظيم لما حضر ودخل، يعني يعني وحتى كاس الخليج اللي صار اللي كانت تذكر لو تذكر 2010 كاس الخليج اللي حصل في اليمن. صحيح. كانت هناك يعني بوادر حرب او بوادر مشكله. صحيح صحيح، هو اثر ان تقام البطوله واثر ان دول الخليج كلها تلتم باليمن هناك يعني فعلا، هو اللي بنفسه اثر يعني الله يرحمه ويغفر له. ايضا لاحظ بطوله الخليج الاخيره اللي صار حصلت في الكويت اللي قبل الاخيره عفوا حصلت في الكويت ايضا هو كان له دور كبير في 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 اقامتها. ولاحظ المشاكل الاخيره اللي حصلت بالكره الكويتيه هو كان له دور كبير والاساسي بالضبط. في انهاء هذه المشكله. صحيح، في انهاء هذه المشكله. وايضا يعني لما انا ما ابي اقول لك شنو الاشياء اللي فعلها حق الرياضيين من منشات من احتراف من قوانين من امور كثيره يعني. كان يعني الرياضي من اصغر رياضي لاكبر رياضي كان يهتم فيه. لما خذينا اذكر بطولة الخليج اكبر مكافأة كانت من الحساب الخاص لسمو الامير رحمه الله. الله يرحمه. فكانت لا معاتر كبيرة للامانة، كانت لا يعني كان لا دور كبير. انا قلت لك يعني احنا نحتاج للامانة سنين نتكلم عنه سياسيا، نتكلم عنه رياضيا، نتكلم عنه فنيا. ما شاء الله كان ملم بهذه الامور وكان له حكمة ودراية وبعد نظر يعني في كثير من الامور. وكان دائما حريص على وحدة المجتمع الكويتي. هذه هي وصايا يعني لكم يا كابتن حمد. دائما تلاحظ الحين المشاكل اللي حاصله. صحيح. في 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 محيط الدول الخليج او في محيط الوطن العربي يعني. لاحظ الكويت لله الحمد يعني كان دورها يعني وكان كان 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 قيادتها الحكيمه كان لها دور في انتشار المحبه والاخوه يعني، ما كان لها دور في تاجيج المشاكل او كان لها دور في اثاره الفتن يعني. فهذه يعني قياده حكيمه كانت من سمو الامير. يعني الاسره هذه كلها جبلت على هذه الامور يعني، الله يديمهم ان شاء الله ويحفظهم. امين يا رب. ونسال الله ان شاء الله ان يتغمد الفقيد
ورحمته إن شاء الله ويخلف علينا إن شاء الله. اللهم الأفضل والأحسن إن شاء الله. اللهم آمين. كابتن حمد العنزي، يعني نشارككم هذا الفقد الجلل وهذا العزاء الكبير، ومهما تحدثنا لن نفي حق مآثر الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه. يكفي بأنه هو أمير الإنسانية بلا منازع، يكفي تلك الأوسمة العالمية التي تؤكد على إنسانيته والتي تجاوزت كل دول العالم وليس فقط المحيط الإقليمي. كابتن حمد العنزي، يعني تحياتنا وسلامنا وكل التعازي لكم أنتم يا أهلنا هناك في دولة الكويت. الله يا أهل عمان، طبعا قيادة وشعب، إحنا ما نستغرب منكم هالأمور حبيب وغالي، ودائما سباقين في الطيب، ودائما سباقين في المواقف الطيبة، ودائما يعني لاحظ نشوفكم في مقدمة الأمور اللي فيها خير. أهل. الله يحفظ إن شاء الله السلطان. أهل يا كابتن حمد، وأنتم وقفتم معنا خير. يحفظ أكثر. الشعب العماني إن شاء الله. آمين. وأنتم ما بيننا، يعني إحنا ما بيننا على قولتهم يعني أفضل، ولا بيننا يعني وقفتنا معاكم حق علينا، وقفتكم معنا حق عليكم. نحن هذا أهل. أقل شيء لكم. نحن أهل في الأفراح والأتراح، والله يجمعنا دائما على الخير. ونسأل الله كل التوفيق للشيخ نواف الأحمد في هذه المهمة، وأنتم خير سند طبعا للشيخ نواف الأحمد بوصايا ومبادئ الشيخ صباح الأحمد.